الوغ نبداو بالعاده الاولى اللي دائما نشوفوها في المسلسلات الاتراك، وكاين بزاف اللي حسبت لهم عاده غير في المسلسلات ما كاش منها صح. الوغ عاده من وقت العثمانيين وهي تكزيستي وهي كاينه، هي تقبيل الايادي، تقبيل ايادي الكبار. يعني قلنا كي في العيد ولا في المناسبات ولا في الخطوبات ولا كي يكون الجد ولا الام ولا الكبار العائله يروحوا يبوسوا لها بيدهم ومن بعد يديروها في الجبن. هذه عندكم قلتنا كريم تماما موجوده عندنا، يعني الجد او الجده او الوالد او الوالده كمان بالمناسبات الرسميه لما بتشوفيهم بتسلمي عليهم بتبوسي ايدهم وتحطيها على راسك في العيد ولا في المناسبات لو عندكم وقت بين في المناسبات الرسميه. لا حتى احيانا يعني هي العاده في ناس موجوده عندهم دائما، يعني بس تتلاقي تروحي تتلاقي مع جدك او جداتك كل مره تتلاقي معهم تبوسي يدهم وتحطيها على راسك احتراما لعمرهم احتراما لهم. وحتى احيانا ممكن ما تكون مثلا ما يكون جدك او جداتك، ممكن يكون شخص كبير بالعمر وفي عنده يعني. في عنده قيمه او بيقرب العائله او كمان احتراما بتبوسي يده بتحطيها على راسك. يلا كان حتى عادة نشوفوها تاني في المسلسلات التركية تاني، انه كي يدخل انسان ولا شخص للبيت ينحي الحذاء تاعو حاشاكم قدام الباب ويدخل يلبس حذاء تاع البيت. هذه تاني يقول لك بزاف كاينه غير في المسلسلات ما كاش في الصح، الوغ كو نو هذه العادات كاينه في الصح تاني. وحتى كي يروحوا لهم ضياف هذوك كان كيحلفوا، هذيك عندنا حنا تاع نحلفوا والله غير تخلي صباطك ما تنحيهاش ادخل نو، هما ينحيوا مانغري الا حلفوا له ينحيوا الحذاء تاعهم ويدخلوا بلا به. كريم هذه عندكم انت تاني قلت لي في الدار، هذه موجوده قلت لك لانه نحن اغلب الاوقات في الشتاء دائما الدار بتكون مفروشه بالسجاد، فلهيك موجوده هذه العاده انت لما بيجي الضيف اكيد بيشلح من رجله عند باب الدار وممكن تعطيه انت حذاء تبع الدار يلبسه مشان يدخل على الدار. هي هذه عندكم غير كي تكون الدنيا مفروشه ولا عاده لازم تديروها في كل بيت؟ لا ماشي عاده لازم تديريها في كل بيت، هلا ممكن تكون كانت عاده قديمه وعلى وقتي انا ما انا موجوده بزاف، بس موجوده بزاف هي فصل الشتاء لانه البيوت بتكون مفروشه بالسجاد. اوكي يلا هنكملوا، قلنا كنا هضرنا على الاوت كولون ولا كولونيا اللي معروفه، وفي الترك معروفه بكولونيا الليمون اللي لازم تكون في الدخله تاع كل بيت تاني. كي يجوا ليهم الضياف يديروا لهم الاوت كولون يعني الريحه، ولا كي يجوا رايحين هذه العاده اللي قلت لنا تاني عندكم كريم. هلا ما قلت لك انه نحن ماشي مع الضيوف بس الكولون ماشي مع الضيوف صح عندكم الكولون تاع الليمون عندنا بيستخدموها بزاف بس عندكم لكن موجوده ماشي العادة ماشي نفس العادة لكن لوت كولون كاينة تانا الليمون حبل لحقنا اللاتاي امبارح يعني لكن معنا بنا لاتاي في الترك معروف بالشاي كريم ولا يقولوا له تشاي هما، لكن طريقة تاعو كيفاش يطيبوه مختلفة تماما عن لاتاي تاعنا، يعني هي كل منطقة كيفاش يطيبوها على بالي، يعني لاتاي تاع الصحراء مع تاع الشمال ماشي كيف ماشي بالنعناع ويتو، هما شو يديروا؟ ابريق عجبتك هذه كريم يدو ابريق يلا بقراج باش تفهموني بوكو بلوس، من تحت يديروا فيه الماء يغلي ويزيدوا بقراج من الفوق، هذاك البقراج من الفوق واش يديروا فيه الماء والورق تاع لاتاي ويخلوه يخمر. على بها كي يطيب وحدين يطيب لاتاي يقول لك نوض خمر لي لاتاي، يقول لك الناس علاش يخمر لاتاي واش معناتها يخمر لاتاي، فوالا واش معناتها يخمر لاتاي. وحتى القهوة التركية اللي جاية سبيسيال يعني ماشي كيما القهوة تاعنا اللي نعرفوها احنا اللي نطيبوها دايما، عندهم قهوة تاعهم تركية أصلية سبيسيال تاعهم اللي راح نجيبها ونهضروا عليها نجيبها موضوع نهضروا عليها جيبنا القهوة نهضروا عليها ونشربوها موضوع نهضر عليها وأنا بغلي لك إياها هون إذا بدك